شاهدنا سيد الكريم، شاهدنا هناك دول غربية يعني كانت تطلب قطع رأس التنظيمات المحلية الفلسطينية، شاهدنا أنها صوتت مع القرار وليس ضد، على رأسها فرنسا. نعم يعني كان، ولكن ما يعني ما أثار استغرابنا هو امتناع دولتين عربيتين، واسمح لي أن لا أتقدم اليوم بأي قربة، نتمنى على هذه الدولتين أن تعيد حساباتها، لأنه القضية اليوم ليست قضية منظمة إرهابية أو غير منظمة، القضية اليوم هو شعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ومن تطهير عرقي لم نشهده في أي تاريخ من الحروب لا القديمة ولا الحديثة. نعم، أنا لست بمعرض وبمكان أدافع عن أي من هذين البلدين الذين امتنعا في البداية، ولكن موقف العراق الأخير بالأمس خرج وصرح بأنه طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبديل الامتناع إلى القبول بإدانة ووقف هذه الحرب. أنا لست، نعم، ولكن للتوضيح دكتور، ليس لك وإنما أيضا لكل المشاهدين الذين نعم لا مشكلة. يطلب العراق تعديل تصويته على مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/ES/10/L.25 لصالح القرار، وأكرر تغيير التصويت ليكون لصالح القرار، وذلك لوجود خطأ في منظومة التصويت في حينه. أنا أعتذر لأنه لم أكن في هذا. نعم، هو للتوضيح فقط دكتور أيضا. ونعم، لأنه العراق اليوم صراحة، خليني أقول لك، نحن العراق هو من الدول الأساسية الداعمة لكل الحركات المقاومة في العالم. نعم. العراق له تاريخ من النضالات، العراق هو مرجعنا اليوم في الشرق الأوسط، علينا أن ننسى أننا كلنا اليوم ننتمي إلى هذه البادية الشام المسماة اللي عمقها يوم العراق. صحيح. وأنا أعتذر. لا مشكلة، لا مشكلة دكتور، هو فقط للتوضيح. أتمنى على تونس أن تغير رأيها في هذا الأمر، لأنه أيضا تونس بورقيبة، نحن يعني نحترم ونجل. نعم. الدولة التونسية ونجل السلطة ونجل الشعب. يعني نتمنى أن يبقى الموقف العربي موقف موحد في جميع الظروف وجميع الأحوال. واحد دكتور. صحيح. ونضم صوتنا. صحيح. إلى صوتك.